يا الله اخواني يبارك في عمرك، يبارك في عمرك ابو عبد الرحمن. لا شك ان الانسان يبدا حياته يوميا يتوب ويستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس واحد يقول استغفر واتوب اليك. اي نعم، 70 مرة و100 مرة يعني. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. التائب من الذنب ومن المعصية كمن لا ذنب له. سلام، يا سلام. من تاب توبة نصوحا صادقة لله سبحانه وتعالى فإنه يفوز. الله أكبر. وتمحى كل المعاصي والذنوب التي فعلها. وهذه التوبة شروطها سهلة. الشرط الأول أن يرجع إلى الله ويقلع عن الذنب. يا سلام. يتوب من هذا الذنب الذي فعله، أي إن كان هذا الذنب، سرقة، زنا، أكل ربا، أي إن كان هذا الذنب. الشيء الثاني الندم على فعل هذه المعصية، يندم أن فعلها ويتحسر على فعله لها ويحزن على ذلك. الثالث أن يعاهد الله أن لا يرجع إليه. يا سلام. عدم العودة إلى هذه المعصية وغيرها من الذنوب والمعاصي. هذه الشروط. يبقى الشرط الرابع لمن أخذ حق مسلم من المسلمين، فإنه أو عرضا من عرضه فإنه يستحله، يذهب إليه ويستحله، إلا إذا كان فيها شيء خطر على نفسه يقتل ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. ومن تاب توبة صادقة نصوحا لله سبحانه وتعالى الله، فإن كل ذنوبه تغفر بل تبدل إلى حسنات. يا سلام، يا سلام. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، 100 مرة، دائما استغفر الله وأتوب إليه. فالاستغفار مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر، فاستغفروا الله جل وعلا يتوب عليكم. وأيضا أيها الأخ المؤمن، الله يغفر الشرك للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره، فكيف لا يغفر لك وهي معصية من المعاصي؟ أنت لم تخرج من الإسلام ولا من دائرة الإسلام، وإنما ارتكبت معصية، ذنب من الذنوب، فتب إلى الله سبحانه وتعالى وأخلص التوبة لله، يعفو الله عنك ويجازيك بذنوبك هذه عنها أجور عظيمة تجدها في ميزان حسناتك. فلا تستكبرون كل شيء، استغفروه وتوبوا إليه وارجعوا، فإن الله أرحم منكم بأمهاتكم. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى لديه 100 رحمة، أنزل في هذه الأرض رحمة واحدة، لا إله، و99 رحمة أبقاها عنده يرحم بها عباده يوم القيامة. الله أكبر. الله أكبر. فهذه الرحمة شملت الإنس والجن والحيوان والدواب والهوام، كل ما يمشي على هذه الأرض شملته هذه الرحمة. من رحمة الله أن السبع يرفع يده ونابه عن ابنه ليرضى. سبحان الله. أي والله. وهو سبع ما وجد شيء أكله، مفترس، ومع ذلك يحن ويرحم صغيرة. أيضا انظروا إلى الأم كيف تحنو على الناقة، لو فقدت ابنها ماذا؟ تنخلج وتموت عليه، وهي ناقة دابة عاطفة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. فأنت يا ابن آدم مكرم عند الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، والله سبحانه وتعالى أمرك بالتوبة ووعدك بالخير ووعدك بالأجور. ومن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه فيبشر أن كل هذه المعاصي ترجع له حسنات يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يبارك فيك يا أبو محمد، يفتح علينا وعليك ويجعلنا وياكم دائما